حنروح نحن وياكم لعند الشيف سناء ونشوف مثل ما خبرتنا حتعمل يوم برازق وغريبه لنشوف شو المقادير وطريقه التحضير. تفضلي شيف. يلا حنبلش اول شيء عندنا بالبرازق. شو في عندي للبرازق؟ عندي فانيليا، ربع كاسه سكر خشن، ربع كاسه مي، عندي هون معلقتين قطر طحين متعدد الاستعمالات ما بيأثر يعني اي نوع طحين، عندي سمنه نباتي او حيواني كمان اثنيناتهم او بحسن اخلط بيناتهم. هلا انا لطبقه السمسم اللي فوق بدي سكر، بدي قطر، بدي سمسم بدون تحميص وفستق حلبي للزينه انه وجد. هلا اول شيء حنبلش بخطوتنا، انا عندي السكر والمي هاخلطهم مع بعض، حاول انه ذوبهم كثير منيح. هلا اذا عملتوا هاي الخطوه قبل بيكون اسهل. بدي عندي يدوب السكر كثير منيح، يعني افضل كل ما ذاب السكر كل ما افضل معي. فكرة انه اذا ضل عندي سكر حبيبات ممكن يقسي لي اياها للعجينه، بقى كل ما انا ذاب عندي السكر حاشتغل هون حتى ما اوسخ الدنيا بيكون افضل. هلا انا للبرازق اليوم هاستعمل سمسم بدون تحميص، الفكره انه بده يفوت رد على الفرن بده يرجع رد يتحمص، اذا استعملنا نحن السمسم محمص اوريدي بده يرجع رد يفوت على الفرن بده يرجع يحترق. هلا حناخد هلا هي طحين هننزل بالسمنه ننزل بالفانيليا خلطهم كتير منيح مع بعض بايدنا بالعجانة ما بتفرق اللي بدكن اياه، يعني بتشتغل هيك تشتغل هيك. هلا يفضل انه العجينة تكون من قبل بنهار مساواية، دائما حبة الطحين بترتاح وقت اللي انا بشتغل فيها من قبل بيوم، يعني بس بساوي العجين وبترك التشكيل لتاني يوم. حاول بدي ما بدي خلي ولا حبة طحين ما تاخد السمنة قد ما فيه، هيك بعجنهم كلهم مع بعض. طوال ما انا ما عم حط مي لسه عجينتي بتقبل انه انا ادعكها او انا هيك حاول انه اخلطها مع بعضها، متى ما اخذت المي خلص بحاول انه بس لفتين ثلاثه وبس بوقف. حتى انا عندي دائما الطحين الجلوتين اللي بقلب الطحين ما بيشتغل غير بالمي، بقى انا بس لنزل الماده السائله او المي بحاول انه ما كثير كتر بقى عرق. هلا هيك تقريبا اخذتهم كلهم، هننزل بالمي والسكر مع بعض، ما بنزل بالكميه كلها بخاف انا عندي الطحين دائما عيار الطحين بيفرق بين الصيف والشتاء، بقى ما بحاول انه انزلهم كلهم. هلا اول شيء بتلاقوها العجينه شوي طريه بعدين بترجع بتغب. هلا هيك يعني تقريبا هيك بتوقع كافيه لإلها. هلا حننزل بالاخير معلقتين قطر، القطر بيعطيها لون حلو للعجين بيعطيها قرشه. هلا هيك صارت عجينتنا منيحه، شايفين هيك بدها توصل لهي. حننزل بالقطر معلقتين قطر هيك كبار اخر شيء، بس هيك عجنه بسيطه كلها مع بعضها تتبلغ وسريعة ما كتير بدي أعرق، وحنبلش نشكل عنه. هلأ شو في عندي أنا هون؟ أنا هون عندي السمسم، شيل هدول من وشنا. هون عندي السمسم اللي بدون تحميص، هننزل عليه معلقتين ثلاثة قطر لنشوف قديش بده ياخد. هون عندي سكر عادي سكر حبيبات بس حبة ناعمة يعني ما كتير حبة خشنة، السكر وقت بفوت بقلب الفرن بقوم بيعطيها هيك لون أو كرملة. أنا هيك بس بدي إياه هون يتبرغل ويصيروا مشان هلأ وقت تاخد حبة البرازق ما يهروا منها. هنبلش ناخد شقفة عجينة صغيرة. تمام أنا وضعي هيك احاول انه كورها. هلا تقريبا حبه البرازق مو اكثر من 10 جرام، حاول انه انا هيك اخذها صغيره. حط هوت عندي
شوية فستق باخدها من هون من تحت الفستقة وبرجع رد قد ما في بضغطها لتاخد عندي كل السمسم اللي انا بدي اياه. حنحطهم هون رد بنرجع حبة تانية باخد من سفلة هيك من اسفل القطعة برجع رد بضغطها من هون منه انا ببططها للحبة يعني منه بعطيها انا مساحة ومنه بتكون اخذت السمسم اللي انا بدي اياه. كمان بحاول هيك اضغطها من فوق حتى السمسم انا وقت بدي فوته على الفرن ما تهر. هلا هيك تقريبا كل ما كانت الحبة انعم كل ما اطيب وكل ما افضل. اللي كانوا من زمان برجب وشعبان دائما كانت هي التحلاية ولا الضيافة برجب وشعبان، وهلا نحن جايين على رجب وشعبان دائما كانوا حتى كانوا من زمان يساووا الحبة كبيرة يعني ما يساووا هيك نعمة. هلا من جديد عم يساووا نعمة، كان القرص هيك هالقده يعني حطوا قرصين يقوم يشبع الشخص فيهم. تمام هلا هيك حفوتهم على الفرن انا على درجة 200، بدهم فرن حامي قد ما كان فرن حامي حتى ما تنشف عندي القطعة، وبعدين بطلعهم خليهم ليبردوا وبعدين بقدمهم. هلا هيك تقريبا انا خالصة عندي. هلا هيك حنخالصين حنرجع لعند الشباب وبنرجع بالفقرة الثانية بنقدم الغريبة ونساويها سوا. رجعة جديدة لعند الشيف سناء لحتى نشوف يمكن عملت برازق الشيف بأول قسم لنشوف الغريبة كيف رح تكون طريقة تحضيرها. تفضلي شيف. يلا حنبلش أول شيء بالغريبة. هون عندي طحين عندي تقريبا 500 جرام، عندي 250 جرام زبدة نباتي أو حيواني اللي بدكم إياه، عندي هون 6 معالق سكر بودرة منخولة كثير منيحة تقريبا بيطلعوا تقريبا 200 جرام، عندي معلقتين قطر وفانيليا. أول شيء شو حنبلش؟ حنزل الطحين خلي شوي ننزل بالسكر البودرة مع الفانيليا. الفانيليا حاولوا وقت بدكم تختاروها لهالوصفة تكون السكر تبعها ناعم يعني ما تكون الفانيليا المخلوطة بالسكر الخشن. فكرة انه الغريبة من انواع العجائن اللي كتير حساسة للسكر، اذا كان في عندي سكر حبيبات بتقسى. هيك ما خلطهم هيك كثير منيح مع بعض، بعدين بننزل السمنة. ما بتاخد ابدا مي، ما بتاخد ابدا سائل غير السمنة. هنخلطهم هيك مع بعض لحتى تتجانس العجين. هلا هي العجينة يفضل انه تكون بالبراد قبل بوقت، يعني انا بعجنها حطها بالبراد بعدين بشتغل فيها قد ما في هيك بعجنها منيح خليها تتبلغ كلها من السمنة. بدها جهد شوي يعني اذا حطيناها كمان بالعجانة ما بتأثر. هلا اخر شيء انا بنزل بالقطر، القطر بيعطيها لون حلو بقلب الفرن بتعطيها طعمة هيك طيبة، واكثر شيء بيحطوا لها القطر للغريبة بقشطة. هلا هون حننزل بالقطر تقريبا معلقتين، شوف اذا احتاجت كمان برجع بضيف لها. تمام هلا هيك منيحة حاخد شقفة انا حاول انه نعجنها شوي على رخامة عنا هيك قد ما فينا، ما فيها مي مشان هيك قد ما عجنتها انا ما بتأثر، الجلوتين ما حيشد عندي. بعدين شايفين شلون ملمسة كتير ناعم، حاول ساوية هيك طويلة قصة انا الاحجام اللي انا بدي اياها صغيرة كبيرة اللي بدكم اياها، كل ما كانت ناعمة كل ما افضل. بعدين باخد قطعة بكورها هيك بايدي خليها من النص سميكة ومن جنابها شوي رقيقة،
حاول انه انا لفها طبقها على بعض. بعدين جيب حبة فستق حطها هيك بالنص. اذا نحنا ما زبطت معنا اللفة ممكن انا نساويها مثل حبة الباتيفور وحطها فوق منها، يعني انه انا اعملها هيك دويرة. بعدين برجع بعطيها انا هيك ضغطة باصبعتي هيك من هون ومن النص وحط لها انا حبة الفستق هون. اذا انا مالي حابة اعملها بالشكل التقليدي تبعها هلأ هيك تقريبا انا حكمل القطع اللي عندي قد ما في هيك. بحاول انه انا اشتغل فيها بنعومة. برجع بلفها هيك مع بعضها. كل ما كانت الحبة ناعمة على فكرة كل ما اطيب. حبة الفستق هيك هون بالنص مطرح انا عندي مطرح ما لفيتهم القطعتين على بعض. تاكل بالفرن وقت كتير قليل، فرن حامي بده يكون، ما المفروض كتير تغمق، يعني المفروض تضل بيضة. كل ما كانت القطعة بيضة كل ما افضل واطيب. فرن حامي دغري بتفوت. هلا يفضل انه انا بس لخلص الصينية فوتها على البراد، بتقعد تقريبا بحدود الربع ساعة اقل شيء لنص ساعة، وبعدين برجع بطلعها دغري على الفرن من البراد على الفرن دغري. نحن هيك حنكمل هلا قطعنا. يعني رح نروح نشوف الغريبة والبرازة مع الشيف سناء كيف هيك رح تقدم لنا اياهم بشكلهم النهائي. الريحة بتشهي عن جد. تمام. هلا عنا البرازة والغريبة هيك خلصت. دائما هيك بنحط لمستنا شوي. اليوم ما عنا زيت وما عنا، بقى بس هيك حرش شوية فستق حلبي. يعني دمشق دمشق العاصمة السورية معروفة بالحلويات. تمام بالحلويات. تفوقت على كل مطابخ المحافظات يمكن، وحتى على كل مطابخ الدول المجاوره بالحلو. تمام. كل حدا جاي على الشام بيوصوه على لازم يوصيهم على برازه. شكرا كثير. شكرا كثير لك سيف، سلم ايديكي. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقه اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع حلوه وموفقه للكل. اكيد نلقاكم بكره 9:30 الصبح ان شاء الله يا رب. نسمع اخبار تحسن الكهرباء، تحسن المازون. مشاهدينا كلهم رافعين ايديهم، رافعين الدعاء. امين امين يا رب. النا ولا لكم تبقوا بالف خير.